تاني محطاتنا لليوم مع الطب ومساحتنا الصحية لليوم مخصصة لصحة الأسنان، رح نحكي فيها عن حالة من الألم العابر أي قصيرة المدة. هي بتنشأ عن انكشاف عاج السن، وبتظهر هي الحالة وقت تناول المشروبات الباردة أو الساخنة، وأحيانا عند تناول الأطعمة الحامضة والحامضة والحلوة، وعند تفريش الأسنان أيضا. ولحتى نتعرف على أنواعها وعلاجها بصيرنا نرحب بالدكتور عماد الأيوبي. صباح الخير دكتور، صباح أهلا النور، وسهلا أهلا فيك. وسهلا يا ميت، أهلا يسعد وسهلا. صباحك دكتور، صباح وأهلا الخير. وسهلا فيك على شاشة الأخبارية السورية. بالبداية خلينا نحكي أو نعرف حساسية الأسنان شو هي. يعني في يمكن عدد من أنواع الحساسية، مثل ما قلنا بالمقدمة في حساسية عابرة وفي حساسية يمكن دائمة. هلا أول نقطة لازم نتأكد إنه اللي موجود عندنا حساسية أو لا. يعني كثير بنواجهها أثناء مثلا عم بشتغل لمريض معه مرافق، بيقول لي أنا معي حساسية، شلون بدي أعالجها؟ المريض نفسه ما بيحسن يكتشف انه معه حساسيه او لا، نقول له قعد على الكرسي، بيقعد بيطلع ما معه حساسيه، مجرد نخر او نخرة نخرين لما عم يشرب بارد او عم سخن الالم بيكون متشعب، بقى ممكن يلمعه كل اسنانه، بقى بيقول انه عندي حساسيه، مجرد ما عالجنا النخر بيمشي الحال، بتروح هاللمعه، وبالتالي هو لا ما عنده حساسيه. الحساسيه هي شيء ثاني، في حال ما كان في عندنا نخور نهائيا بيصير في بعض الحالات وبأمراض معينة تراجع باللثة، وبالتالي بينكشف عاج السن اللي بيغطيه عادة المينا، وبيصير في عنا هاللمعة أو الحساسية نتيجة تناول أي مؤثرات سواء بارد سخن حامض، بتصير عنا هالحساسية. نعم مثل ما قلتي الحساسية ممكن تكون مؤقتة وممكن أنه تكون دائمة تبع دائمة. لنوع الحالة. نعم تمام. دكتور، يمكن كمان في كتير أشخاص كانوا حاطين تقويم، وقت انشال التقويم كان يمكن بيعانوا 1% من الحساسية، صاروا يعانوا بنسبة كبيرة من الحساسية. قديش التقويم أو قديش الفينير أو قديش يعني التفاصيل اللي بتنحط بالأسنان بتعمل حساسية أيضا؟ هلا سؤال كبير هذا، خلينا شغله شغله. يلا بالنسبه أوكي. للتقويم ممكن تكون الحساسيه ناتجه عن شقين، الشق الاول اذا كان اثناء التقويم ما في عندنا عنايه فمويه، ما عم يفرش اسنانه مزبوط، لانه مثل ما قلتي اذا كان مثلا العنايه عندنا 100% قبل التقويم، يفترض اثناء التقويم تصير العنايه 200%، لانه بيصير نتيجه وجود الحاصرات والاسلاك بتتجمع الفضلات الطعاميه، وهي بيصير انكساف بالاملاح، ممكن يتآكل المينا، ممكن تتراجع اللثة، كثير عوامل بتؤدي للحساسية بعدين، عشان هيك كثير ضروري العناية الفموية أثناء التقويم. الغلط الثاني اللي ممكن يصير هي من المريض، ممكن يصير في خطأ من الطبيب نتيجة يعني الشغل إذا ما كان مزبوط 100%، ممكن يعني يصير في الشد شد الزايد، الزايد. تمام، أو الحركات الخطأ، ممكن يصير في عنا تراجع باللثة، ممكن يصير في عنا حساسية. تمام، هي في إلى طرق علاج معينة سواء حشوات أو جر اللثة، في إجراءات علاجية معينة. بالنسبة للفينير ممكن تصير في عنا حساسية بعد تطبيقه، بس من هي طبعا البرد. من التحضير، تمام، بس هي يعني مؤقتة، لازم تكون يعني لازم ما تستمر أكثر من 3 أسابيع. في حال استمرت أكثر من هيك معناتها في عنا مشكلة في أسنان كان التحضير فيها كتير قريب من العصب، ممكن إنه نضطر إنه نسحب العصب، أو في أراني بردناها وبعدين ما غطيناها بالفينير، وبالتالي في عنا حساسية مستمرة فيها، كمان هي يفترض إنه تتعالج سواء بالترميم أو بإعادة الفينير، أو يعني في طرق طب شو معالجة. أنواع أخرى للحساسية؟ يعني نحن يمكن عرضنا أكثر من حالة، بس في أنواع أخرى لحساسية الأسنان فينا تمام. هلا نتعرف مثل ما عليها؟ قلنا الحساسية في إلى ممكن نقسم عدة أقسام، من ناحية التوزع ممكن تكون على سن واحد وممكن تكون على كامل الأسنان. إذا على سن واحد غالبا بيكون بمنطقة الناب، باعتبار إنه شو السبب بيكون؟ في عدة أسباب. أول شيء ممكن عند الناب بيوقع بزاوية الفم، بالتالي لما نفرش أسناننا إذا كانت عادات التفريش خاطئة بيتفرشها مع المنطقة الأمامية ومع المنطقة الخلفية، وبالتالي بتركز عليه ضغوط كبيرة، ممكن تتاكل طبقة المينا ويصير في عنا حساسية. ممكن يكون كمان بالأراني اللي فيها القشرة أو قشرة المينا ممكن تكون إنه رقيقة، ممكن تسبب عنا الحساسية، هي طبعا تلعب الوراثة دور في كتير كبير فيها. أها نعم. تمام. طيب دكتور، بس سؤال، الحساسية هي بتكون يعني من نحن وصغار هي موجودة أو هي مع العمر هلا بتصير؟ بالحالات الوراثية ممكن تكون من الصغر، تمام، وبتخف مع تقدم بالعمر، لأنه هو النسيج العاجي وراثي للأم ولا للأب؟ لا للاثنين.
النسيج العاجي هو مثل الجلد، في له مسامات، بقى هالمسامات هي اللي بتسبب الحساسية بآلية معينة، بقى مع العمر ممكن انه تتسكر هالمسامات وبتخف الحساسية. حتى احنا بالمعالجة كثير بنعتمد على مبدأ انه نسكر هالمسامات بمواد معينة. يمكن حكيت نقطة كتير مهمة دكتور، هي يمكن طريقة تنظيف الأسنان أو المواظبة على تنظيف الأسنان تلعب دور بالحساسية، وهي نقطة كتير مهمة يمكن بيجهلها البعض، إنه أنا بنظف أسناني مرة بالنهار، لا، في يمكن أكثر من مرة لازم الواحد ينظف أسنانه. في طريقة، يعني أحيانا بتحس في ناس بتنظف أسنانها بيكون في مشكلة باللثة، بيظهر بعض الدم، كمان هي بتلعب دور بطريقة التنظيف وتكرار التنظيف، أو كيف ممكن يكون؟ هلا دائما قاعده عامه، خير الامور اوسطها. يعني بالنسبه للتنظيف يفترض على الاقل يتنظفوا مرتين يوميا، مره الصبح ومره المساء، وفتره التنظيف بدها تكون كافيه من 3 لـ5 دقائق، وهذا يعني الاغلب ما بيساوي، غالبا نص دقيقه وانه خلص. ويفترض نستعمل الخيوط بين السنيه. بالنسبه للنزف اللي بيصير باللثه هو شيء طبيعي اذا كان في عندنا التهاب لثه، اذا ما كان في عندنا كلس ممكن ينزف اول مره وثاني مره بعدين بيروح النزف، يعني هذا مو عذر لحتى انه يوقفوا تنظيف. فرشاه الاسنان كثير بيلعب دور، نوعها يفترض انه تكون متوسطه القساوه، ما تكون قاسيه كثير، ما نستعمل مع معجين الاسنان، المعاجين اللي بتحوي على مواد ساحله تسحل السن، لانه ممكن هي كمان تؤدي لاهتراق طبقه المينا. معناتها يفترض تكون متوسطه ومعجين اسنان يعني ما يكون فيها ذرات مادة ساحلة. نعم دكتور، يمكن في كتير عادات خاطئة نحن بنمارسها بحياتنا اليومية، هي ممكن تعمل تحسس منا، يمكن الأكل البزر، تقطشة البزر، يعني في كتير عالم مدمنين على البزر، يعني ما بيقوموا غير الكيلو خالص. تمام. فهون قديش عم يتاكل السن، قديش كمان عم يصير في بعد فترة بيصير بيلمع الأسنان من قدام. هلا بصراحة البزر معاناة لحنا ما حدا عم يقدر يتخلص منه. انه اي مريض بنقول له مثلا ممكن نساوي له فينيل، ممكن نساوي له جون، نقول له بس انه البزر لا تقرب عليه، بتحسي كانه يعني قلت له لا تشرب مي. بقى البزر في له مشاكل كثير، اول شيء بغير وسواس الشيطان. تمام. البزر لما عم نفصص البزر يعني على نقطة صغيرة من السن عم تتطبق قوة كثير كبيرة، وبالتالي عم يؤدي لضعف السن اللي عم تفصصي عليه اول شيء. ثاني شيء الملح اللي موجود بالبزر عم يأثر على كامل الأسنان، وهذا الشيء كمان هو اللي بيسبب عنا تآكل بطبقة المينا. الأملاح لما تكون بتركيز عالي وموجودة على السن بتأذي الأسنان بشكل عام، عشان هيك يعني قدر الإمكان يخففوا بزر. كمان قلت دكتور انه ممكن الحساسية يكون منشأة وراثي، هلا لما تكون الحساسية منشأة وراثي شو طرق العلاج يمكن اللي ممكن؟ هلا سبب الحساسية بيكون وراثي. تمام. انه عندنا سماكة المينا رقيقة، او حتى احيانا المينا ما بتلتقي مع الميلاط، الميلاط هو اللي بيغطي جذر الجذر، بينما المينا هو اللي بيغطي التاج، احيانا بيكون في فراغ بيناتهم، هي بتسبب الحساسية. بالنسبة للمعالجة، المعالجة في عندنا تدرج بالمعالجة. أول مرحلة ممكن نطبق الفلور عن طبيب، أول شيء ممكن نستعمل معجين أسنان حاوية على الفلور. لا، أول مرحلة هي لا هي عم لك لأنه استخدامها بالبيت كارثة. لا هلا في معجين أسنان حاوية على الفلور للأسنان الحساسة بالحالات البسيطة ممكن إنه تفيد. تمام. بس بأغلب الحالات للأسف لا ما بتفيد، بدك تروحي لعند الدكتور. ممكن يطبق لنا فواصل مختلفة، ممكن بين كل 3 أشهر أو بين كل 6 أشهر ممكن أنه نطبق الفلور المركز على الأسنان. حالات منيحة ممكن أنه يصير في عنا استجابة وتتحسن الحالة. بالحالات اللي ما بتتحسن بننتقل للمرحلة الثانية، في مواد معينة ممكن أنه نطبقها على الأسنان لحتى تسكر عنا هالمسامة. في حال ما صار في استجابة ممكن أنه ننتقل للمرحلة الثالثة، في الليزر. ممكن عن طريق الليزر انه نحاول نكوي هال بنسميها القنيات العاجيه ونسكرها بشكل كامل، وهي بتعطي نسبه نجاح كبيره. في حال الحل النهائي لي وما مشي الحال، يعني بنلجا للحل الاخير اللي بنسميه الحل الاجريسيف يعني النهائي، ممكن انه نسحب عصب الاسنان. هي في حال كان سن موضع انه ممكن تكون شغله بسيطه، بس في حال كان على كل الاسنان الحساسيه بيكون يعني خيار، بس هو الخيار النهائي لحتى يرتاح المريض. نعم. دكتور، يمكن في كثير من المرضى بيعانوا من الحشوات الضوئية القديمة، أو إذا حدا كان ضرسه منخور وعمله بعد فترة بيصير بيلمع، خلينا نفسر شو السبب. أكيد هو حساسية؟ لا، ما هو حساسية. هلأ هي بنسميها حساسية تجاه مادة الترميم أو تجاه الكمبوزيت، هي بتصير مع العمر
يعني إذا كانت هي طويلة بتصير الأمد؟ مباشرة بعد تطبيق الحشوة، إذا مباشرة بعد ما طبقنا الحشوة ممكن إنه تصير حساسية، وممكن تستمر لفترة معينة لبين ما يصير في عنا اللب، ممكن بنسميه بشكل جسر عاجي أو حاجز بينه وبين الحشوة، هي طبيعية ممكن تضل لفترة 3 أسابيع. بينما إذا كنا مثلا حاطين الحشوة ولبعد فترة، يعني مثلا بعد سنة أو سنتين، صار في عنا حساسية، لا هي مو اسمها حساسية، هي غالبا في شيء اسمه نكس نخر حولين الحشوة، يعني حولين الحشوة صار نخر، وبالتالي أدى هاللمعة، ويفترض تنقام الحشوة، يتجرف النخر وتتعالج مرة ثانية. يمكن في نوع من الحساسية بتتعرض له المرأة الحامل، خلينا نحكي عن هي الحساسية، شو بيكون سببها أو منشأها؟ نقص الكلس أو بسبب سحب الكلس من قبل يمكن الجنين؟ تمام. هلا بالنسبة للمرأة الحامل بيصير في عندها تغيرات هرمونية كبيرة، بس حتى صحح خطأ شائع، إنه كتير في مرضى بيجوا لنا إنه هذا السن انتخر بعد ما ولدت. تمام. كتير يعني في حالات كمان بتوصل لمرحلة إنه بيوقعوا دراسة. هلا هو الشيء اللي بيصير في عندنا نتيجة التغيرات الهرمونية، تتغير طبيعة اللعاب، وبالتالي بيصير في عندها قابلية الإصابة لالتهاب اللثة أكثر، قابلية الإصابة للنخر أكثر، قابلية مو النخر، وبالتالي الحل لها هو بس مجرد إنه تدير بالها زيادة على أسنانها، يعني هلا التفريش بده يصير أكثر، العناية الفموية، استعمال خيوط بين الأسنان، ممكن تنظيف اللثة نتيجة إنه مامة باللثة وتتجمع فيها فضلات طعامية، نتيجة الضخامات اللثوية وتجمع فضلات طعامية ممكن يصير في تراجع باللثة وتصير حساسية. وسحب الكلس من قبل الجنين بيلعب دور؟ سحب الكلس على مستوى العظم بيصير. ما بيلعب والعظم بالأسنان. الفك السفلي أو عظام الفكين هي آخر عظم بيصير فيه سحب الكلس. يعني عم أقول لك هو هذا اعتقاد خطأ، بس خطأ شائع فيه. تمام. هو بالنسبة لعظام الفكين ممكن ينسحب من كل عظام الجسم، بس آخر شيء بيصير من الفكين. وبالتالي لا، انه الجنين بيسحب الكلس، لا هذا من الاسنان ما بينسحب نهائيا متى ما تكلسوا، ومن العظم اللي بيحمل الاسنان لا ما بيصير في عندنا سحب للكلس، بس الشيء اللي قلت لك اللي بيصير نتيجه التغير الهرمونات ونتيجه تغير البيئه الفمويه اللي هي اللعاب، نتيجه اللحام اللي بيصير والحموضه اللي بتصير بالتم، ممكن انه يصير في عندنا التهاب باللثه بيسبب لتاكل العظم لبعدين. يمكن اللعاب بياثر بشكل كمان سلبي على الاسنان، في نوع من اللعاب بيخلي يمكن ينشا طبقه فوق الاسنان. هلا هو هي لزوجة اللعاب اللي هي كثير بتلعب دور، في عندنا لعاب بيكون سيار، وبالتالي لا في ناس يعني بتسمعي بيقولوا لك انا بحياتي ما فرشيت اسناني وما عنده النخول. تمام. في بينما بالمقابل في لعاب لزج، لا هو بيجمع اللويحه وبيجمع الفضلات على الاسنان وبيساهم بزياده بينشوء طبقه يعني فوق الاسنان، بتلاقي طبقة بعض البليك او الجير. تمام. طبقه البليك او الجير هي اللي بتتجمع نتيجة المحتوى، أحيانا بيكون اللعاب فيه محتوى كبير من الكلس، بقى بيترسب هون، يفترض كل 6 أشهر أو كل سنة إنه يصير في عنا تنظيف للأسنان لحتى ما يصير عنا التهاب لثوي وتراجع اللثة. وتنظيف لثوي. تمام. على هو المرحلة اللي موصل له هو الكلس. طيب دكتور، هل الأطفال الصغار يعني اللي عندهم أسنان لبنية بيعانوا من الحساسية أيضا؟ نادرة. نادرة. ما طيب إذا في هيك حالة شو العلاج؟ نستنى لا يوقعوا. هلا هو غالبا بتكون نكور صغيرة عند الأطفال، بينما أوكي. عندهم الحساسية في عدة أسباب ما بتخلي يصير في عنا الأطفال، يعني حتى الامتدادات بنسميها السيتوبلازمية أو امتداد العصب ضمن السن عند الأطفال بيختلف عند الكبار، وطبيعة الأسنان عند الأطفال بقى يعني نادرا نادرا ما تصير هالحالة. والحل بفرض كان موجود هو تطبيق الفلور على كامل الاسنان بيمشي. طيب خلينا نحكي يمكن الطعام قديش بيلعب دور، او نوع الاطعمه اللي بيتناولها، يمكن ان كان الاطفال الكبار ولا الصغار كمان بيلعب دور بحساسيه الاسنان. هلا مثل ما حكينا اي اطعمه بتركيز عالي ممكن انه تسبب مشاكل، يعني الحموضه العاليه، القلويه العاليه، الملوحه العاليه، المواد اللي فيها حمض مثلا مثل البيبسي، ممكن انه تسبب كلياتها، ممكن انه تسبب تآكل للأسنان. يعني وكثير بننصح مثلا بدك تشرب عصير يفضل انه طبيعي. يشرب تمام، غير انه طبيعي بالشلمون يكون، بحيث انه ما يجي على سطوح الأسنان، يعني دغري من النينه ل جوا. تمام. لانه هي الحموض لما تضل على التم انت ما حتحسن والله مثلا شربت او اكلت الكولا يعني كله بالشلمون. تمام. اي يفضل هيك، لانه انت ما حتحسن مثلا كل ما شربت شيء او كل ما اكلت شيء مباشره تروح تفرشي اسنانها. تمام. اجباري بده يكون في وقت على الاقل 3 ساعات، خلال هال3 ساعات ممكن تبلش عمليات التخمر، ممكن يصير في تفاعل مستمر مع الاسنان، وبالتالي بيسبب تاكل الكلس اللي موجود بالسن وبيسبب عنا الحساسيه، خصوصا اذا كانت الطبقه رقيقه مثل ما حكينا. شو هي ابرز الاطعمه يلي ممكن تعمل حساسيه غير المشروبات البزر. البارده والبزر والساخنه الحلو؟ يعني كيف الواحد اذا عنده حساسيه لازم
هلا اول شيء بده يبعد عن كل شيء الشوكولا بارد اوكي كثير او كل شيء سخن كثير. لانه شلون؟ الشوكولا اوكي يعني ما مخليها بتعمل بتبرد حساسية شوي. بالنسبة للشوكولا اذا ما كانت مثل ما حكينا بتركيز عالية. هلا البارد كثير يفترض يبعد عنه، لانه اضافة للتركيز المادي اللي موجود اذا كنا شربنا بارد كثير او سخن كثير او تناوبوا مع بعض ممكن يصير في تصدعات بالسن. هي التصدعات ممكن انه تسبب عندنا حساسية. الحموضة الليمون، في عادات اللي بيعضوا الليمون او بحبوا الحامض كثير، كمان هالشيء بدنا نبعد عنه لانه ممكن تسبب حساسيه. والمواد اللي بتلزق كمان، مواد اللصاقه بنقول عنها، مثل ما الاكلات الطيبه تبع الاولاد، الكاندي اللي هي ممكن تلزق على الاسنان لفترات طويله، كمان يفضل انه تبعد عنها. دكتور يمكن قلت نقطه كثير مهمه، في كثير من الاشخاص بيقول لك انه انا ما رحت ولا مره بحياتي على دكتور اسنان واسناني كثير سليمه وانا قليل ما فرش اسنان، يعني قديش مهم فعلا الاعتناء بالاسنان منذ الصغر، يعني بمراجعه دوريه لعند الدكتور لو كانت اسنانك سليمين، لو كان ما في عندك نخور، لو كانوا طبيعيين، قديش مهم لازم يكون في مراجعه من قبل، ما تكون انت دكتور حالك يعني. هلا كثير هيك كمان مشكله بنواجهها، يعني بفوت لعنا مريض مثلا عمره 30 سنه بقول لك هي اول مره بفوت على دكتور اسنان واسناني ما فيهم شيء، لو تفضل عود بيطلع عنده بلاوي من ناحيه اللثه، من ناحيه النكور، لانه في اشخاص عندهم بطبيعتهم مو شرط انه من النكر البسيط دغري يحسوا بوجع يروحوا لعند الطبيب، يعني ممكن تكون وصلان للعصب ومتاكل السن وصفيان بس الهيكل الخارجي ولسه ما حسوا بشيء. نعم. ما لما تقول لهم انه وصلان للعصب وهيك بيتفاجئوا، لا يفترض بشكل دوري لحق المشكله ببدايتها. اللثه كمان في حالات بصير في عندنا تراجع بالعظم ما يكون واضح لحتى يبلش يتحرك السن مزبوط. نعم. فلا يفترض مراجعه دوريه بالنسبه للاطفال كل 6 شهور، بالنسبه للكبار كل سنه، لحتى على الاقل من باب الاطمئنان واذا في مشكله لحقها من بدايتها. اكيد، ويعني وبهالوضع لازم نخفف كذا اسنان كمان قديش بتعمل مشاكل كثيره بالوقت الحالي، كثير سبب من اسباب الحساسيه عن جد هي انه الكذع اسنان كثير يمكن هلا كل الناس عم تسبب تاكل المينا وخصوصي بالمنطقه العنقيه بشكل كثير كبير، ولازم نعمل ريلاكس ونريح حالنا قدر نريح الامكان، نريح الفك وهيك. تمام. ميرسي كثير لك دكتور، ويسعد صباحك واهلا وسهلا فيك دكتور الاسنان عماد الايوبي، شكرا لوجودك معنا.